السلام عليكم أحبائي الطلاب الغاليين. fish or fishes، إمتى أستخدم كلمة fish على إن هي مفرد وجمع، وإمتى أستخدم كلمة fishes؟ يبقى fish or fishes. تيجي نشوف الفرق بين استخدام الكلمتين fish or fishes. تعال نبدأ الفيديو بتاعنا النهارده بسؤال بسيط جدا. What is the plural of fish؟ إيه الجمع بتاع كلمة fish؟ زي لما شفنا في الصورة عندي قدامنا، هتلاقي فيه سمكة واحدة بس، يبقى هي one fish. one fish. لكن لو بصيت في الصورة التانية هتلاقي فيه سمكتين، فقول عليهم two fish. two fish. يبقى الجمع بتاع كلمة fish fish، هي نفسها ما زودلهاش أي حاجة. two fish. one fish. two fish. من الخطأ إن أنا أقول two fishes، يبقى ما ينفعش أحط two fishes. لا، one fish. two fish. على سبيل المثال لما اقول مثلا I caught three fish yesterday. I caught. caught الباست من catch. catch يصطاد او يمسي. catch caught caught. يبقى لما اقول I caught three fish yesterday يبقى انا مسكت الثلاث سمكات امبارح. three fish. three fish. ما ينفعش اقولها three fishes. نفس الحكايه مثال ثاني لما اقول I bought some fish. I bought some fish from the aquarium. I bought some fish. يبقى أنا اشتريت بعض السمك. bought some fish. ما ينفعش أقولها some fishes. ما ينفعش أقولها three fishes. كلمة buy bought. يبقى I bought three fish. I bought some fish. الاتنين واحد. يبقى تاني fish one fish. طب البلور بتاعها two fish. three fish. four fish and so on. fish كلمة fish لما تيجي على ان هي جمع يبقى مش هزود لها الاي اس. فيش سمك. كاونتنج individual فيش. كلمه فيش لما تيجي في حاله الجمع فيش يبقى المقصود بيها اكتر من سمكه، يبقى انا كده بعمل كاونتنج، عد للسمك. كاونتنج individual فيش. يبقى بعد السمك عد انفرادي. ازاي؟ 1 فيش 2 فيش 3 فيش. ما ينفعش اقولها 1 فيش two fishes. لا، ده خطأ. so three fishes ما تنفعش. يبقى one fish two fish three fish. يبقى كلمة fish مقصود بيها singular ومقصود بيها plural. طب ما ايه بنشوفها كلمة fishes؟ امتى اشوفها fishes بقى؟ احيانا لما يكون مثلا السيلرز الغطاسين او الدايفرز وهم نازلين تحت بيشوفوا انواع كتيرة من الاسماك. ده سمك الباركودا، سمك مثلا الشاركس اللي هي القروش، دولفينز، انواع كتيره من الاسماك. يبقى كذا نوع من السمك اسميها فيشز بقى. فيشز يبقى المفروض مقصود بيها ايه؟ كذا نوع من السمك. على سبيل المثال لما اقول ايه؟ المارين بيولوجي في الحياه البحريه، اورزولوجي او علم الحيوان، اتسترا الى اخره، فيشز ريفير تو مور ذان وان سبيشيز اوف فيش. بتشير الى اكتر من نوع من الايه؟ من الاسماك. يبقى فيش ديت سمك بصفه عامه، ديت البلورال جمع كلمه فيش. لكن فيشز بقى اكثر من فصيله من السمك، فصائل من السمك او انواع من السمك. so we are talking about entire species. بنتكلم على انواع كثيره من الاسماك and not individual fish، وما بتكلمش عن حاجه خاصه بالتحديد. يبقى الفرق بين كلمة fish لما تيجي على ان هي plural جمع و fishes. fish plural بتاع كلمة fish. one fish يبقى two fish. لكن لما اقول fishes بقى دي يبقى المقصود بها فصائل من السمك او انواع كتيرة من السمك. لما اقول على سبيل المثال I read a book about the fresh water fishes، يبقى قريت كتاب عن اسماك المياه العذبة. اسماك المياه العذبه كتيره زي الكات فيش وانواع تانية كتيره مثلا. يبقى انا اريد عن فصائل الاسماك الموجوده في الفريش ووتر، في المياه العذبه. باختصار one fish two fish three fish. طب ما الفيشز؟ يبقى انواع كثيره من الايه؟ من الاسماك، فصائل متعدده من الاسماك. Thank you very much for listening. I wish that you understood the difference between fish and fishes. Don't forget to subscribe to my channel. Share the video if you like it. And don't forget to hit the like button. Thank you, Mr. Mahmoud Abu Ghaffar.